سودانية تنتقد الأوضاع المعيشية في مصر. استطاعت مراهقة سودانية استفزاز النشطاء بعد نشرها لمقطع فيديو تحدثت فيه عن الأوضاع المعيشية في البلد التي انتقلت إليه بعد اندلاع الحرب في بلدها. أوه ماي جاد، أول شيء نبدأ بالموية. الموية يا إخواني هنا يعني إلا بالفلتر، أنتوا فاهمين فلتر؟ وأنا الموية إذا كانت مرة ببروسس كتير كتير يعني مثل الفلتر، وأصلاً هي جاية بالمواسير وش مو بعرف كلام، يعني بيكون موضوع سوا كتير، والموية بتبقى ما موية، أنت فاهمني؟ يعني وحتى إني مرة اشتريت موية بتاعت مرتاحة إنه عادية وخطيتها كده وسخنت وشنو بدأت أشم فيها ريحة، أنت فاهمني؟ ما دار عيش هنا. الأكل الأكل ثم الأكل ثم الأكل. البلد عندهم أكل جاربيج كتير كتير كتير، عندهم شفتوا الكشوكات الأكشاك الكشك اللي بيكون في الحلة اللي بيكون فيه ومليان شيبسي ومعجنات وشنو. Oh my god this is too يعني واو تو هاندل يا جماعة، والله ما تصدقوا يعني عندهم حاجات كده رهيبة. الشيبسي ممكن تعيش على الحاجات دي، but you gonna die soon so soon. وأكيد طبعا في الفواكه والخضار ما شاء الله، بس برضو يعني it's too bad إنه كنترول تشتاكل ذل. بس بدت الشابة في المقطع مستاء من الطعام ومياه الشرب وحتى السكن، وهو ما أثار حفيظة بعض المصريين الذين انتقدوها بشدة في التعليقات. منا مثلا قالت أسلوبها يضايق بجد، إيه اللي بيضحك؟ لو متضايقة من حاجة حقك تقولي رأيك بأدب، بس ليه الاستهزاء وإيه الضحكة المصطنعة المستفزة دي؟ حتى لو بيتي بيتصلح وروحت قعدت في بيت الجيران هتكسف أنزل فيديو أعلق على أي حاجة فيه حتى لو قاعدة بفلوسي، من الأدب يعني. المغرد وليد أراد أن يتحدث عن تجربة خاصة به كسائح في مصر ليثبت أن ما قالته المراهقة غير صحيح، فقد كتب مع احترامي لها ردي حيكون واقعي وعن تجربة، أستغرب من كلامها بخصوص الموية، أصلا تحصل قارورة موية الشرب مغلفة ببلاستيك بالغطاء وشركات المية بعضها دولي لن يتنازل عن الجودة. بخصوص المطاعم والأكل أصلا فيه مراقبة عن طريق هيئة سلامة الغذاء المصرية. دخل بعض السودانيين على خط الجدال الواقع، فبعضهم تفهم الغضب المصري والبعض الآخر حاول تدارك الوضع، مثل تبيان التي قالت طفلة مراهقة لا تفقه شيء وبتتكلم سيء وبعض من كلامها حقيقة كطبيعة أي دولة فيها محاسن ومساوئ، وده رأيها، ولو كان قالته بأسلوب أحسن من كده كان حنقول رأي ويحترم، لكن طبعا في ناس ما بتصدق تلقى الزول يقول حاجة ما تعجبه عشان تهاجمه وتقول ليه ارجع بلدك. هي الرجعة دي اختياري فاكرينها؟ إلاف اختارت أن تعتذر عن هذا الموقف بطريقتها الخاصة، فقد قالت نحن بنعتذر على الدقيقتين و11 ثانية من حياتكم، لكن بجد الأشكال دي لا تمثلنا مليون مرة. جدير بالذكر أن السلطات المصرية قررت تسهيل دخول السودانيين إلى الأراضي المصرية دون تأشيرة منذ بدء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وبحسب إحصاءات مفوضية اللاجئين استقبلت مصر منذ بدء الاقتتال في السودان أكثر من 170 ألف لاجئ سوداني. فما رأيكم في تصرف المراهقة وحديثها عن مصر؟